نظمت جامعة السلطان مولاي سليمان بخريبكة حفلاً تكريمياً على شرف فريق إنكتوس للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لخريبكة الذي سيمثل المغرب في مسابقة إنكتوس الدولية 2021، والتي تعد أكبر مسابقة لريادة الأعمال الاجتماعية الطلابية. يتعلق الأمر بمسابقة مخصصة للابتكار عرفت مشاركة أزيد من 100 مؤسسة جامعية مغربية، ونحن فخورون جدا باحتلال المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة الرتبة الأولى وطنيا وتمثيلها المغرب على الصعيد الدولي. وسيمثل فريق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة المغرب بعدما فاز بالدور النهائي لمهرجان الابتكار المستدام المنظم بمدينة الدار البيضاء، وذلك بتقديمه لثلاثة مشاريع.